هلا بيضاوة شرينا دارنا في مشروع الفتح طريق الرحمة ب 25 مليون عند ضحى ضمننا مستقبلنا ومستقبل وليداتنا أنا بيضاوية وشريت داري في مشروع الفجر طريق جديدة عند الضحى ولقيت حريتي هلا بيضاوة شرينا دارنا في مشروع التوحيد في طريق الرحمة عند الضحى وقال مرافق اللي احتاجيناهم عند مجموعة الضحى حدانا لقيناهم كنا شرينا دارنا في دار بيضاء ودابا حنا بيضاوة مجموعة الضحى عندها بالدار البيضاء مشروع الفجر في طريق جديدة توحيد والفتح في طريق الرحمة ب 25 مليون بمناسبة عاشوراء بجميع المدن المغربية الضحى كتهديك حاسوب زائد اشتراك انترنت لمدة سنة مجانا اتصلوا ب 05 22 34 34 35